اسمع ها النشيد الوطني الكويتي. حضورنا الكريم، خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ مطلق محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بك الله بكل شيء عليم. شكرا لك، بارك الله فيك وفي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. نلتقي اليوم وإياكم في هذا الحفل الجميل والرائع، وبعد قليل بإذن الله سنتوج أبنائنا في حفل جميل ومختلف ورائع، لكن عندي بعض الطلبات وبعض الأمور اللي بقولها في المقدمة حتى يكون هذا الحفل هو الحفل الأفضل لهم ولنا. في البداية شكرا لكم على حضوركم بهذا المكان وبهذا الوقت. بعد شوي راح يدشون الطلاب وراح نشوفهم بأبهى صورة وبأجمل حلة، ولكن حتى يبقى هذا الحفل ناجح لما يدخلون أتمنى كل أولياء الأمور والأمهات نظل قاعدين على أماكننا، لأن إذا وقفت راح تسد الرؤية عن اللي وراك. أدري أنك بتصور وأدري أن الوالدة بتصور، في نهاية الحفل هذه القاعة كلها لكم، وبعد ما نخلص هذا المكان كله لكم راح تشوفون صور، ولكن أنا لما أقول نقعد علشان الكل يشوف، كذلك مصوريننا راح يعطونكم أجمل الصور بأجمل الذكريات. اللي يبي يصور يرفع التليفون يصور ولده، وإن شاء الله يا رب الكل يحظى بفرصة تصوير مناسبة. لذلك الالتزام بالجلوس بأماكننا راح يكون هو السبب الأول والرئيسي لنجاح هذا الحفل. شكرا كبيرا ومن القلب لشركة بصمة الرائدة والرائعة في مجال تنظيم الاحتفالات للخريجين والخريجات على مستوى المدارس، جامعة الكويت وكذلك التطبيقي، قاعد نشوف جهودهم جبارة. شكرا مرة أخرى كبيرة لشركة بصمة لأنها قامت بفعل جبار جدا
خذوا الرسوم من الطلاب، ولم تكن هذه الرسوم فقط للتسجيل وللأرواب وللتصوير، خذوا جزء من هذه الرسوم وسووا فيها بير. هذا البير لإحدى الدول المحتاجة، وستكون الأجر سيكون لطلابنا من تحديدا من هذا اليوم إلى أن يشاء الله. فشكرا لهم وشكرا لبصمة على هذا الجهد الجبار. شكرا، شكرا للأستاذ أحمد مطيري على هذا الدور وعلى هذه الفكرة. النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، لأن دقيقتين ودشون خريجينا، أن نرسم الابتسامة على محيا أبنائنا بيدينا إحنا كلنا اللي قاعدين. الأمهات بيبابكم، الإخوان والآباء بتحيتكم وبصفقتكم لهم، قاعد نسمع صوتهم وهم بالقاعة. لذلك لا نتردد ولا نخجل بأن نحييهم، لأن التحية اليوم راح ترد بالمثل وبأجمل. لذلك بعد قليل لما نشوفهم يدخلون، أتمنى أني أسمع التحية الجميلة، ولنبتسم بهذا اليوم الجميل والسعيد. ومني لكم للأمهات والآباء والإخوان ألف مبروك لكل الخريجين اللي راح نشوفهم يدخلون معنا. الخريجين جاهزين شباب؟ إذا الخريجين جاهزين افتح لي الباب، الصوت عطني موسيقى الدخول. حياكم خريجينا، وبسمع تحية الأهالي.
لك العمر تنانا هلا يا ماي قواكم الله قواكم الله. مرة أخرى قبل أن أبتدأ هذا الحفل وإياكم حضورنا الكريم. صوت. شكرا لكم أهالينا الكرام اللي بالخلف، إذا ممكن نقعد على ما كنا. حضورنا الكريم، هؤلاء هم أبنائنا، هؤلاء هم فلذات أكبادنا، يستحقون منا أكبر وأعلى وأجمل تحية. نعم، وبالمقابل أنتم شباب المستقبل، وأنتم الرجال الذين نشيد بهم، وأنتم من ستعتمد الكويت عليهم. الفرحة اليوم مو لكم بس، الفرحة لأولياء الأمور اللي حضروا شاركوا تعنوا. كل واحد فيكم خلي طالع والدته، كل واحد فيكم خلي طالع والده، شوفوا الفرحة. لذلك أولياء أمورنا يستحقون منا أجمل وأكبر تحية. لا 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 لا، خريجين بلاط الشهداء، شباب بلاط الشهداء، أبي أسمع تحية لأولياء الأمور تضج بها القاعة. تحياتكم وين؟ نعم، نقعد على أماكننا. شكراً لكم للأهالي. الحفل يبتدأ الآن رسمياً بفقراته الجميلة والرائعة. حضورنا الكريم، الكل راح يصور، لا تحاتون يا شباب. شباب، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر ال... كني ما سمعت مرة ثانية. بقدر الكد تكتسب المعالي، فمن طلب العلا سهر ال... يا سلام. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. وأنتم أثبتتم للجميع بأنكم قادرين على اجتياز هذا المحال. اليوم أنتم خريجين، وبإذن الله أنتم قادة المستقبل لهذا البلد الغالي على قلوبنا. شكراً مرة أخرى لبصمة رائعة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الرائعة. عندنا فيديو صغير، هذا الفيديو يخص الخريجين السنة اللي طافت، أيضاً كان من تنظيم بصمة، وكانت الأجواء جميلة ورائعة مع بعض. خلينا نشوف هذا الفيديو ومن ثم نعود لنتواصل وياكم من جديد. قبل 3 سنوات كانت هذه البداية، في هالمكان اجتمعنا، وكان الهدف هو اجتياز المرحلة الثانوية. هدف رسمناه دعم من أهالينا، وابتدى المشوار. أول شيء كان شعور صعب أنك تدخل على مكان ما تعرفه، تقعد مع طلبة كل يوم أنت ما تعرفه، لكن تعرفنا، وكان أول لقاء بيننا هو اللقاء التنوير. الحلم كبر، الحلم كل ما لو يقترب. مواد ودراسة، جمعة وامتحانات، كنا نساعد بعض، نعاون بعض، وندعم بعض، ومساعدتنا البعض هي المفاهيم والقيم اللي غرسوها فينا المدرسين. الحلم قريب بيكتمل، وراح بإذن الله نحققه. And now our dream will come true.
شباب ثانوية بلاط الشهداء جاهزين؟ مستعدين؟ سعداء؟ يا سلام. عيال أقول لكم شعر وبيكم تشاركوني، إيش رأيكم؟ أقول الليلة الليلة ما هي مثل ما فات، لا لا لا، الليلة الليلة ما هي مثل ما فات، على 24 زايد حماسي، أنتم وأنا وبصمة في أجمل الحفلات، فليشهد التاريخ أحلى الأماسي، أنتم الأجمل. والتحية الأجمل لحضورنا الكريم، الله يخليك صاحب دينك. بقدر الكد تكتسب المعالي، لا لا مو لكم حق الأهالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. هؤلاء هم شبابنا الذين نفتخر بهم بكل وقت وبكل حين، وبإذن الله هذه خطوة وفي المستقبل خطوات أجمل. يقول الشاعر فيكم: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان ذاك أبي، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. لذلك ألف مبروك كبير لكم، ونحن سعداء بهذه اللحظة التي لن تتكرر، وهذه اللحظة الأجمل اللي راح تسمعون من خلالها كلمات أولياء الأمور الأكارم والأفاضل. لذلك مرة أخرى قبل أن نشوف الفيديو بسمع تحياتكم لعيالنا. شباب حضورنا الكريم، حضورنا الكريم، أبي أسمعكم شباب حضورنا الكريم، بسمعكم شغلة واعتراف من قبل الطلاب، إيش رأيكم؟ يلا شباب خلنا نعترف قدام أهالينا. شباب سؤال أبي أعرف، إيه ولا لا بالصف، كليته ولا ما كليته؟ كليته؟ ويقولون نسوي الرجيم. شباب بالمحاضرات أو بالكلاس، غشيته ولا ما غشيته؟ سلام. طيب وأخيرا أخيرا الآن، أنتوا مستانسين ولا مو مستانسين؟ إنزين خلنا نسمع صفقتكم وصرختكم وين؟ كفو كفو كفو. فيديو كلمة الخريجين وذكرياتهم راح نشوفها مع بعض بهذا الفيديو، ومن ثم نعود لنتواصل وياكم من جديد. خلنا نشوف الفيديو. منصور عادل الفرس، عبد الوهاب هاني العامري، علي باسم الذيابي، طالب، والخريج ان شاء الله حسن خالد الشمري، عبد الوهاب بدر عاصمي، عبد الرحمن رضا صفر، فيصل الشحي، سعد مشاري، محمد نوف مكي، عبد الله. استاذ ابراهيم العيدروسي، استاذ الانجليزي استاذ عبد الله فؤاد، استاذ مشاري، اتوقع اللي هو استاذ الوكيل ابو سليمان، استاذ المدير استاذ حمد، استاذ احمد شطي، استاذ طارق مال الفيزياء، استاذ مشاري. اول مدرس قابلت في المدرسه استاذ احمد الشطي، مدرس تربيه بدنيه، كان اسمه محمد سيد. رياضيات، انجليزي، انجليزي، عربي، رياضيات، فيزياء، اجتماعيات، رياضيات. أول مادة دشيتها هي مادة الرياضيات. ضحك مع الشباب وغش مرة، نتعرف على شباب وضحك، سوالف ضحك، بيتزا بايتا، ما أقدر أقول أكل، مش سوالف ضحك، عن تجمع ربع سوالف ضحك، عن تجمع ربع وناسة وتغيير، يعني تغيير من روتين الحصص، سوالف أنا والشباب ضحك، عبارة عن أقعد مع أصدقائي وطلب الأكل وفرصة وسوالف وضحك، راحة بين الحصص يعني وبين الدراسة.
صراحة إيه. 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 بعض الأحيان. إيه. إيه. لا صراحة. إذا أبي أبوي يطلعني أو كذي. لما أدش امتحان وأنا مو دارس. لما أكون داش حصة الفيزياء ما يكون اللي يخوك شيء. أقول حق يساب بطني عورني بروح عيادة. ما أرجع بعدها. أنا ماكو إحساس يعني ما أخاف ما يحوشني عور بطن. إذا دشيت اختبار رياضيات. لكن مدارس حق امتحان. بداية الاختبارات. لما مدرس يصيدني وأنا مهرب. يحوشني عور بطن لما يصيدني مدرس وأنا أهرب. وقت الامتحانات. أبوي وأمي وأهلي كلهم. تقريباً كلهم أهل. أمي وأبوي وأخوي. تقريباً كلهم. أمي وأبوي وربعي. الوالد والوالدة وإخواني. أمي وأبوي وأهلي. أمي وأبوي. أمي وأبوي وأم أبوي وأم أمي. إن شاء الله أبوي وأمي. مشكورين ويعطيكم العافية وصلتوني لهالمرحلة. مشكورين على كل شيء سويتوه معاي وما قصرتوا. يعطيكم العافية. مجهودكم ما راح انساه طول حياتي. لو مو انت ثم الله انا ما اوصل لهذا المكان. يعطيكم الف عافيه على المجهود اللي قاعد تسوونه معي. مشكورين على وقفتكم معي وربع شكرا خربتوني. مشكورين على وقفتكم معي وما تقصرون على كل شيء سويتوه معي. حاب اقول لهم ان هذه اخر سنه ان شاء الله وراح ارفع راسكم واللي اقدر اسويه راح اسويه ان شاء الله. مساك الله بالخير يبا. مساك الله. مساك الله بالنور يما. ولدكم خريج اليوم. حاب أوجههم تحية والحمد لله على انتهاء مشوار 12 سنة وكل الشكر. الله يطول بعمارهم إن شاء الله لي وأرفع رأسهم إن شاء الله بشهادتي. أستاذ شريف مشرفنا. حق الإدارة أستاذ أحمد الشطي أستاذ شريف. الإدارة أستاذ أحمد الشطي. وبس حق الأستاذ أحمد شطي وأستاذ شريف مشرفنا. كان مساعد المدير حمد. حق إدارة كاملة بالأخص المدير ومدير مساعد محمود جوهر. شكراً حق أبو فهد أبو عباس طبعاً هذين الأساتذة الكبار وجه لهم تحية. هذا اللي أقدر أقول. حق المدرسين اللي درسوني والناظر وربع اللي عرفتهم بالمدرسة. أول تحية والشكر أقول حق مديرنا أبو فهد كل الشكر له وأبو سليمان وأبو عباس وزملاء الطلبة طبعاً وبس. أشكر أمي وأبوي على وقفتهم وياي حق حق السنين اللي طافوا 12 سنة مروا علي بجهد واجتهاد والحمد لله وأقول لهم الله يطول بعمارهم إن شاء الله ويخليهم لي. الفرصة كانت في طالع أمس. منو ذاك عليك؟ وهاب امسك الباب. بس اتذكر ان دشيت انا ما كنت بالمدرسه دشيت صلايه فما انتبهت على المدرس اساسا بس اتوقع كانت عربي. شقيتنا بلال مشان بكم هلا بالحفله. حسين ولد دلول. نعم. اوكي ردوا عليه. طيب شباب انا والله بهالحفل ما سمعت باب الامهات. في واحده ودها تهبب حق ولدها. خلنا نسمع باب الامهات. يوم فرحتكم ان شاء الله يوم تكتمل الفرحه. في واحد من الضيوف الكرام سيضطر لأن يغادر إلى المملكة العربية السعودية. واحد من ضيوفنا اللي موجودين سيارته كامري بيضة رقمها 4244 آخر رقم واضح الظاهر حرف الألف. فاللي سيارته كامري بيضة 4244 يتفضل يشيلها علشان الريال يروح لأنه متجه إلى السعودية. فأعتقد أنه عنده طيارة وأنت اللي قاعد بيننا ستتسبب بتأخير هذا الرجل. طيب شباب بعطيكم دقيقة تصورون فيها سناب على راحتكم لأني بعدها بعرض سنابات لكم
وذكرياتكم بأجمل الفيديوهات اللي احنا صورناها. طلعوا تليفوناتكم موجودة؟ يلا تليفونات، شغلوا سناب، شغلوا سناب يا شباب. يلا كل واحد يصور، خلنا نوقف ونصور. كل واحد يقول الكلمة اللي بباله. يلا شباب خلنا نوقف. أهالينا خلنا نحييهم، خلنا نصفق لهم، خلنا نسمع اللي باب. صفقة أهالينا، صفقة لهم. صور يا شباب، ألف مبروك، ألف مبروك. تليفوناتكم وين؟ طافية. أحلى مدرسة علمتنا وخرجتنا كلنا، قرت عيونك يا يما ويا يبا. تحدينا الصعاب لجل ديرتنا طرقنا بابا، وبسواعدنا بنبنيها أكيد كلنا لجل الوطن إيد بيد. شباب خلينا نشوف سناباتكم اللي سجلتوها، بنعرضها حق الاهالي. يلا خلينا نشوف مع بعض سنابات. جاهز فيديو السنابات؟ جاهز. اذن نشاهد معا سنابات الشباب والفيديوهات اللي سجلوها، ومن ثم نعود لنتواصل وياكم من جديد. شنو هذا؟ السلام عليكم، معكم الخريج محمد شمري. اللهم لك الحمد والشكر، انتهى مشوار 12 سنة واتمنى التوفيق للجميع. الله فضل ربي شرفت على انهاء مشوار 12 سنة، واسأل الله التوفيق والسداد لاخوان الطلبة الخريجين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الخريج منصور عادل فرس. وعبد الرهاب هاني العمري، وخلص مشوار 12 سنة وان شاء الله توفيق للجميع. السلام. الحمد لله تم انتهاء مشوار 12 سنة وعدت على خير والله الحمد، والله يوفقنا ووفق الجميع وبالنسب الطيبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا من فضل ربي، من بعد ما عديت من مراحل صعبة جدا، وأشكر معلميني وإدارتي الكريمة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. السلام عليكم يا سناب، وانتهى مشوار 12 سنة والله يوفقنا ويوفقكم، شدوا حيلكم امتحانات وإن شاء الله تجيبون النسبة اللي تبون. السلام عليكم. صاك الله خير. الله يرحم مبارك. الحمد لله تخرجنا بعد مسيرة امتدت 12 سنة، واتمنى التوفيق للجميع. معكم الخريج ناصر الحربي، اللهم لك الحمد، تخرجنا بعد عناء 12 سنة، اشكر امي وابوي اللي ما قصروا معي. الحمد لله بعد 12 سنة دراسة وجهد وتعب تخرجنا الحمد لله. خلصنا 12 سنة الحمد لله. السلام عليكم، انتهى مشوار 12 سنة والله يوفقكم دراستكم ان شاء الله تجيبون النسبة اللي تبونها. السلام عليكم، معاكم الخريج حسن دشتي. والخريج علي معرفي، اكتمل مشوار 12 سنة واتمنى توفيق للجميع الحمد لله. السلام عليكم، معاكم الخريجين حسن عبد السلام وفيصل الشحي، والحمد لله اليوم اكتمل مشوار 12 سنة، واسأل الله توفيق لنا ولباقي اخواننا الخريجين. السلام عليكم. إذن مبروك لكم يا شباب مرة أخرى. علمونا بالمدارس وإحنا صغار، تدري إيش قالوا؟ قالوا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حبطونا، وهذا غير صحيح، غير صحيح، لأن شبابنا أثبتوا العكس.
ورددوا بيتا من الشعر يقول: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فابلغ إلى قمم الأشياء تقصدها تجري الرياح كما شاءت لها السفن. تحية كبيرة لكم، لأنكم من يقرر كيف تسير سفينة النجاح. أما الآن الكلمة، طبعا كلمة المعلم من سيلقيها بالنيابة عن المعلمين، الأستاذ عبد الله الهاجري. أسمع له تحية. حياك استاذ، حياك حياك. ثواني ثواني، حياك عندي على الستيج بالنص. شلونك؟ شو الاخبار؟ خليك واقف بالنص. شباب طلبة بلاط الشهداء، اتمنى اني اسمع له اقوى تحيه قبل لا يبتدي. تحيه وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله وامام المرسلين سيدي وحبيبي محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. اليوم وقفتي هني، طبعا الشباب عارفين فرحتي، لكن بوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للشخص اللي حمل لواء وشعلة العلم والمعرفة، شكرا، شكرا لمعلمي، شكرا لكل أستاذ، شكرا لهذه المهنة الشريفة اللي قاعد تثبت وتنبت هذه الزرعة اللي قاعد نشوفها كل يوم وكل عام في وطننا الغالي. فشكرا لمن هم موجودين وأطال في عمرهم، ورحم الله من هم فقدونا، وأطال ووفق من هم في هذا زملاء المهنة القادمة إن شاء الله. رسالة ثانية، رسالة ثانية لكم يا أهالي الأسر، شكرا، بارك الله بجهودكم. اليوم هذه ثمرت تعبكم، اليوم تخرجوا، بس اليوم يحتاجون معكم بعد هال 12 سنة من التوجيه، يحتاجون منكم أنكم تدعمونهم بالرأي واختيار، ما تدعمونهم يا شباب يا جماعة فرض الرأي، لأن فرض الرأي جدا راح تشوفهم سنة سنتين مغير تخصصه وضيع وضعه. اسندوهم بدعمهم من رأيكم، فهذا اللي يحتاجونه منكم الفترة الجاية. والرسالة الأخيرة طبعا منه خريج 2018 صاحي، خريج 2018 صاحي، الهمة بعدكم كبيرة والأمان بعدكم مطلوبة يا شباب. اليوم فرحتنا من فرحتكم. اليوم ما أتكلم كمعلم ولا أتكلم كموجه، تدرون أتكلمكم كأستاذ عبد الله كأخو. المسؤولية عندكم كبيرة، وأهاليكم كلهم ينطرونها، مسؤولية أنك تختار تخصصك والتوجيه. الحين ما في مدرسة وجهك ولا حد يوجهك، فكرك وعقلك هو لوجهك. كل التوفيق لكم، ونقول كويتنا باتت تنادينا لتهدينا لواع الزنا، كويتنا نهدي أمانينا وما فينا فداء أرضنا. شكرا، شكرا من القلب. انا هذا المايك ما حبيته. بسم الله، اي هذا احلى. تمام. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، انا لقوم ابت اخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، سود مواقعنا خضر مرابعنا بيض، صنائعنا حمر مواضينا ألوان، علم وطن الحبيب الكويت. اللي نسمع له أجمل تحية منكم. أما الآن فالكلمة، كلمة الخريجين، من سيلقيها
الطالب، عارفينه ولا مو عارفينه؟ عارفين الطالب اللي بيلقي الكلمه ولا لا؟ منو؟ منو؟ لا خلنا نسمع صوت عالي. من اللي بيلقي الكلمه؟ إذن حسن الشمري فليتفضل لإلقاء الطلبة نيابة عن الخريجين. حياك. حياك. إيه ثاني راح نادي. خليك مرتاح ناديك لما يخلص ولا مع بعض. ها مع بعض. تعال. إذن أيضا يستاهل تحية من سيلقي الكلمة. حسن الشمري وعبد الوهاب العازمي. يلا شباب خلنا نحييهم قبل لا يبتدون. وين تحيتكم؟ تحية وين شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم. حضورنا الكريم، معلمين الأفاضل، إخوان الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم اليوم متحدثاً باسمي وباسم إخواني الخريجين، مرحباً بكم وشاكراً لكم حضوركم ومشاركتكم لنا حفل تخريج كوكبة جديدة من أبناء هذا الوطن. الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأهله حتى وصلوا من المجد منتهاه ومن العز أعلى ذراه. فمن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى جنته وعلا. ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا على الدوام، لحظة نودع فيها الدراسة والتعب، وجاء وقت الحصاد نحصد فيها ثمرة اجتهادنا، مودعين فيها لحظة الحياة المدرسية، رافعين فيها قبعاتنا احتراما لأساتذتنا الكرام. فشكرا لمن ساندنا وشاركنا فرحة نجاحنا وتخرجنا. وفي الختام أود أن أشكر كل أم وكل أب ساهموا بأن نصل لهذه اللحظة. وأود أن أخص بالشكر أيضا إلى الأستاذ الذي ليس موجودا معنا اليوم، المدير خالد السعيد، والذي كان دائما بجوارنا وحريصا على أن نصل لأعلى مستويات النجاح. وأسأل الله التوفيق لي ولإخواني الخريجين في المرحلة القادمة، وأن ينفع الله بنا هذا الدين وهذا الوطن الغالي. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شباب. والله العظيم أن حسن وعبد الوهاب من الأهالي والخريجين يستحقون تحية أجمل وأكبر. خلنا نحييهم. شكرا لكم شباب. حسن عبد الوهاب شكرا لكم على هذه الكلمات اللي وجهتوها. مسموع من غير مايك. الآن مع الفقرة الشعرية. قول ليش مايك يقطع. يقول الشاعر، مو أنا، يقول الشاعر: اعلمنا أن الشعراء أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يدور وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. وبإذن الله شعراءنا اليوم من النوع الأول الذين يجرون ولا يجرى معهم. أبتدأ مع الشاعر صاهود زيد المطيري، حياك لإلقاء الكلمات الشعرية. شباب أبيكم تشيلونها معه، مو تخلونها بروحها. عاد جاهزين؟ لحظة مو جاهزين أنت، خلنا ننزل هنا. خريجين جاهزين؟ أبي صوت أعلى. جاهزين؟ كافو. مرحبا وعداد ما هزت أوراق الشجر، من هبوب جابت الريح من ريح الخزام، باسمي وباسم زملايا لكل اللي حضر، مرحبا ترحيب حاتم لجا ضيفه وقام. مساكم الله بالخير. الحمد لله وصلنا إلى آخر الطريق اللي راح يخلينا نفتح حياة جديدة بإذن الله الكريم.
أما مع قصيدة المشاركة، صلوا على النبي. كثفوا فوق السماغين من دخن البخور، كثفوا فوق السماغين من دخن البخور، من فرحنا تروي الأرض دمع عياننا، يا ترى هل تحصر بكوب ما سبع البحور مثلها، ما تحصر شعورنا بأفواهنا، تستلذ النصر لا جاء من جروح وكسور، والرقاد يطيب من يسبقه سهر وعنا، من عقب ليل سهرناه بان اليوم نور، كل مر مر يردف مرارة لنا، بنعيش بلا هدف في فلك عقره يدور، فاني عمره ولو كان حي ما فنا، تستلذ النصر لا جاء من جروح وكسور، والرقاد يطيب من يسبقه سهر وعنا، من عقب ليل سهرناه بان اليوم نور، كل مر مر يردف مرارة الهنا، من يعيش بلا هدف في فلك عقره يدور، فاني عمره ولو كان حي ما فنا، وعاش من واز السحايب مثل طلع الصقور، حط حلمه نصب عينه وبيده ما جنى، وعاش من يسرج عزومه مثل سرج المهور، سابق ماله وعن ما سعى ما ينثنى، من ألف باء إلى ياء نكتب بالسطور، بنبتدي ألف جديدة ونختم ياءنا، ذكريات تنبض إحساس بنعيشها دهور، لين نحكي ذكريات لنا لعيالنا، صفنا اللي حن نشوفها محطة للعبور، من الأساسات اللي منها تكون ذاتنا، والممر اللي مجرد ممر للمرور صار ألبوم يجسد صور لحظاتنا، والعلم اللي نحييه بالصوت الجهور من طفولتنا نذرنا فداه أرواحنا. من ألف باء إلى ياء نكتب بالسطور، بنبتدي ألف جديدة ونختم ياءنا، ذكريات تنبض إحساس بنعيشها دهور، لين نحكي ذكريات لنا لعيالنا، صفنا اللي حن نشوفها محطة للعبور، من الأساسات اللي منها تكون ذاتنا، والممر اللي مجرد ممر للمرور أصبح البوم يجسد صور لحظاتنا، والعلم اللي نحييه بالصوت الجهور من طفولتنا نذرنا فداه أرواحنا، قد بنين أحلامنا من شغف وسط الصدور، وحان وقتنا نحقق جميع أحلامنا، كثفوا فوق السما اللي تبونه هي الحضور، حارة تبكي فرح أو وداع عياننا. سلامتكم، يعطيكم العافية. صح لسانك. شكرا لك صاهود المطيري على هذه الكلمات الطيبة. بس بقول لكم هذا اللي قاعد تشوفونه اللي يطلع قدامكم هذا بتقنية حديثة، يعني لو تحطون يدينكم ما يأثر، فلا تخاف إذا حاش ملابسك أو شيء. أما الآن من سيلقي الفقرة الشعرية؟ عبد الرحمن جاعد العتيبي يستحق التحية. عبد الرحمن جاهز؟ كلمات شعرية بنفس مستوى أخوك صاهود ولا لا؟ نبي شيء بيض الوي. يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. يقول بسم الله الرحمن مبدأ كل آية، بسم الله الرحمن مبدأ كل آية، والسلام ورحمة الله وبركاته، ذكره وشكره وجوب من الهداية، ومن فقدها فاقد لذة حياته، ذكره وشكره وجوب من الهداية، ومن فقدها فاقد لذة حياته، بعدها يا هاجسي صحصح معايا وانتبه له زين، والدعوة ثباته من جزيل الشعر بهروس وتلاية، وانت تدري ويش مقصودي وذاته، ايها براسني روس الروس راية، وانت تدري بغايتي يا وي غاية. ايها براسني روس الروس راية، وانت تدري بغايتي يا وي غاية، يعجز لساني يعبر بالنهاية،
الشعور أكبر من الشعر وطراته. والف والف مبروك التخرج يا زملايا، والف مبروك التخرج يا زملايا، ويا عسى كلنا تحقق أمنياته. بس بس شكرا، والف شكرا مو كفاية، بس شكرا والف شكرا مو كفاية، والف شكرا ما توفي لهجزاته للمعلم والمعلم فالدراية بعد من ربوك من سوى سواته. سلامتكم. مايك شباب، صح لسانك عبد الرحمن جاعد العتيبي. أما الآن فآخر الشعراء معانا بفقرة الشعراء مهدي عبد الله العجمي، حياك. جاهز؟ تفضل. أول شيء مساكم الله بالخير جميع، نشكر أولياء الأمور ونتمنى للطلبة إن شاء الله التوفيق والنجاح، ونتمنى لهم إن شاء الله نسبة طيبة. صلوا على النبي. أقول حصدنا ثمار الزرع من جملة الأيام، سنين جميلة بالدراسة قضيناها، جلسنا نحسب الوقت والراقب الأعوام، وعدت بسرعة كأننا ما حسبناها، نجدد ولانا للبلاد ولبو الأيتام أمير الكويت اللي عسانا لا عدمناها. نجدد ولانا للبلاد ولبو الأيتام أمير الكويت اللي عسانا لا عدمناها، صباح الوفاء والطيب هو شيخنا الضرغام، ورود المحبة لجل عينه قطفناها، فرحنا وحنا يا المناعير ما اللام، حصاد السنين اليوم حنا جنيناها، عسى الله يوفقنا وتحقق الأحلام، عدد كل خطوة بالدراسة مشيناها. وصلوا على سيد البشر عد من هو صام عليه الصلاة من أبعد الأرض ودناها. وسلامتكم. صح لسانك، شكرا لك. حسن الشمري حياك، عندي حياك حسن. ثواني ثواني، تعال عندي، تعال تعال. الأستاذ عبد الله الهاجري حياك، يستاهل تحية، يستاهل أستاذ عبد الله. لحظة لحظة، حضورنا الكريم، أنا عرفت الحكاية كلها. إذن الأستاذ عبد الله الهاجري حسب ما انقلوا لنا الطلاب بأنه هو الجندي المجهول المتواصل مع الطلاب مثل الأخ وأكثر، لذلك ارتأوا الطلاب اليوم إنه يسوون قطية ومع بعض يشتروا له أجمل وأرقى هدية من قلب الطلاب. إليك أستاذ عبد الله الهاجري، تستاهل وتستحق أجمل تحية. حضورنا الكريم، حضورنا الكريم، سأبتدئ وياكم التكريم، ولكن عندي طلب صغير أيضا. وقت التكريم راح يصعد الخريج يستلم الدرع ويقعد مكانه، لأن عندي فقرة أخيرة بعد التكريم وهي القسم. لذلك خريجينا اللي خلص يرجع مكانه، لأن ما خلصنا الحفل، عندنا فقرة أخيرة وعقبها رسمي نختم الحفل، تصورون مع أهاليكم. شبابنا أنتم على العين والرأس وبالقلب، لكن أتمنى أن نكون بأماكننا لأن اللي بالخلف قاعد يشتكون. شكرا لكم كبيرا مرة أخرى على تواصلكم وعلى حضوركم لهذا الحفل. شكرا للآباء، شكرا للأمهات،
للأخوة والأخوات، وشكرا لبصمة الرائدة في مجال العمل الأكاديمي اللي قدمت لكم هذا الحفل الرائع، شكرا لمدرسيكم. والآن فليتفضل المدير المساعد الأستاذ عبد الله العبد الرزاق للتكريم. اسمع له تحية. يلا شباب سنبتدئ التكريم. استاذ احمد جاهزين؟ يلا تفضلوا بالنص. ابتدئ مع الخريجين. الخريج سعد عبد السلام سعد مزيد. الخريج احمد مجبل محمد العازمي. الخريج أحمد نايف الرشيدي. الخريج علي سعد إبراهيم السعد. الخريج ثامر سعد ثامر العازمي. الخريج سعد فهد سعد العازمي. الخريج ضويحي محمد الفندي. الخريج عبد الله. مرة أخرى الخريج عبد الله حسين. أوكي. الخريج أحمد محمد كندري. الخريج حسين عبد الهادي العجمي. الخريج حمد ناصر الشمري. الخريج مشعان حمود الشمالي. الخريج مهدي عبد الله العجمي. الخريج راشد هادي السمحاني. الخريج فهد هديان العجمي. الخريج عمر صالح فالح النامي.
الخريج فهد بجاد محمد الضليعي. ما اسمع. ها وين؟ الخريج عبد الرحمن رضا علي صفر. والليلة فرحتنا. الخريج عمر علي نزال الحربي. الخريج محمد خالد محمد الناجعي. ويا الحبايب والأهل. الخريج خالد بدر الدوسري. ويا الحبايب والأهل. قولوا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. الخريج فارس مشعل الحمدان. ما شاء الله. الخريج محمد علي عبد الله الشمري. الخريج مبارك طلق مريزيق الرشيدي. الخريج مطلق هزاع الشمالي. الخريج إشهاب يوسف إشهاب المطيري. الخريج جابر أحمد جابر الشمري. الخريج جابر عبد الله جابر الصالح. الخريج عبد الوهاب هاني علي العامري. الخريج عبد الرحمن حسين علي الدالوي. الخريج عبد العزيز خليفة المطيري. الخريج فيصل محسن عايض العتيبي. ما اسمع. الخريج عيد صباح الشريع. الخريج منصور عادل حميد علي فارس. منصور عادل حميد علي فرس. الخريج محمد مسفر العجمي. الخريج عبد الرحمن ناصر العجمي. الخريج خالد علي حبيب السبيت. الخريج سعود فهد عبد الله العجمي. الخريج علي محمد علي أمين. الخريج حسن خالد كساب. الخريج خالد أحمد عبد الرحمن الخباز. أحلى عمر وأحلام بفصل عشناها ذكرى مع الأيام أبد ما ننساها. الخريج عبد الله عبد الرزاق العبد الله. مع الأيام أبد ما ننساها. انسى جلالة ما يصير مدرستي لحبيبة. مدرستي لحبيبة. الخريج عبد الله عبد الرزاق العبد الله. الخريج عبد الرحمن محمد فهيد العجمي. الخريج
تخرجنا. نادر عبد الله محمد العجمي. الخريج عبد الله حمود العصفور الهاجري. الخريج عبد العزيز أنور أحمد محمد. نسمع صفقة. والله وتخرجنا. يبقى هذه حفلتنا. الخريج فيصل محمد مطلق الخشمان. والليلة حفلتنا. ونجحنا. الخريج عبد الله منصور وحمود العتيبي. والله وخلصنا. الخريج ناصر فالح حسن السبيعي. الله 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 يا سلام. يلا خلاص خلصنا مبروكين وما في قعدة الصبح يا سلام. الخريج محمد عواد نهار العازمي. ما اسمع. الخريج جاسم محمد الرشيدي. الخريج محمد نواف محمد مكي. الخريج عبد الله مشعان فهد الخالدي. الخريج عبد الله احمد العدواني. مدرستنا نحتفل يا حبايب والاهل. قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. الخريج فهد مشعان فهد الخالدي. الخريج حسن سعد مشاي شمري. بسمع ما شاء الله قولوا ما شاء الله. بسمع. الخريج خالد سعيد العجمي. الخريج فيصل بندر الغيان النومس. الخريج عبد الله مشعل مطلق العتيبي. الخريج تركي مسلم الرشيدي. الخريج عبيد أنور عبيد العنزي. الخريج علي بدر حمد الشمري. الخريج بدر سعد محمد العازمي. أحلى عمر وأحلام بالفصل عشناها ذكرى مع الأيام أبد ما ننساها. أحلى عمر وأحلام بالفصل عشناها مع الأيام. الخريج عبد الوهاب بدر فليان العازمي. الخريج عبد الوهاب بدر العازمي. الخريج عبد الرحمن جاعد العتيبي. اليوم ترى حفلتنا. يلا سمعنا صفقة. هو
الخريج سعد خالد هايف الحويلة. الخريج ناصر بدر عماش الحربي. الخريج علي باسم ياسين الذيابي. الخريج فايز محمد العجمي. الخريج فهيد محمد فهيد الهاجري. الخريج فهيد محمد فهيد الهاجري. الخريج أحمد سيف العتيبي. الخريج راجح ماجد العجمي. الخريج يوسف إبراهيم مدلول الشمري. الخريج ناصر جمال المطيري. الخريج سعد علي محمد العجمي. احلى عمر واحلام بالفصل عشناها، ذكرى مع الايام ابد ما ننساها. انسى جلالها. الخريج فيصل صالح احمد الشحي. مدرسة الحبيبة تزيج ربي خير يا بلد الطيبة. يا بلد الطيبة انسى جلالها ما يصير. الخريج تركي نشمي تركي المطيري. الخريج يوسف مبارك فليج الحربي. الخريج سلطان مبارك ناصر الهاجري. يلا خلنا نسمع صبقه. والله وتخرجنا والله هذه حفلتنا. الخريج حمود احمد محمد العتيبي. والليله حفلتنا والليله ونجحنا نجحنا. الخريج نامي جابر سيف النامي. الخريج مشاري مساعد مشاري شريد. الخريج نايف خالد عبد العزيز العجمي. وخرجتنا كلنا قرت عيونك يا يما ويا يبا. مبروك مبروك تخرجنا. مبروك مبروك تخرجنا. الخريج علي مرتضى معرفي. الخريج
سعود راشد العازمي. الخريج حسن عبد الله العبد السلام. الخريج عبد العزيز مبارك الرشيدي. الخريج حسن محمود شهاب. الخريج سالم محمد التيحاني. الخريج عبد الرحمن أحمد العازمي. الخريج الخريج بدر محمد المطيري. الخريج قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله بسمع ما شاء الله قولوا ما شاء الله بسمع ها الخريج عبد الله خالد شبيكان. الخريج خالد عبد الله سعد العجمي. الخريج عبد الله إسحاق عبد العزيز. الخريج راشد محمد راشد العازمي. الخريج حمد خالد عبد اللطيف بندر. الخريج حاجيكم ترى تخرجنا والله تخرجنا اليوم ترى حفلتنا شوي صوت 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 حضورنا الكرام الاهالي الكرام اذا ممكن نقعد باماكننا الشباب لأننا قاعد نسكر الرؤية اللي ورانا أرجوكم شباب شباب اللي بالنص شباب أرجوكم إذا ممكن نقعد بأماكننا. الخريج حسين باسم دشتي. الخريج عايض سيف محمد العازمي.
الخريج مشعل مجول عطلة العتيبي. الخريج خالد سعود راشد العازمي. الخريج علي عبد الله علي علي. الخريج مشعل فراج خميس شريدة. الخريج فالح طلال فالح الدوسري. الخريج سعود سالم بدر العدواني. الخريج عبد الله فهد سعد الحويله. الخريج محمد فهد علي العجمي. الخريج سلمان عادل علي شهاب. الخريج سالم ناصر سويري العجمي. الخريج سلطان ضيف الله الحربي. الخريج مشوط سالم عيد المشوط. الخريج نايف ناصر تويم الرحيان. الخريج طلال علي هلال الشمري. الخريج خالد عبد الله ابو محلى. الخريج طلال مناور علي الشمري. الخريج عبد العزيز ناجي ابو محلة. الخريج عبد الله هاشم جريان العتيبي. ويا الحبايب والاهل ويا الحبايب والاهل ويا الحبايب والاهل في مدرستنا نحتفل ويا الحبايب والاهل. الخريج عبد العزيز مبارك مناور الحربي. اسمع ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله بسمع ها ما شاء الله. الاهالي ارجوكم حضورنا الكرام حضورنا الكرام شوي موسيقى شباب الموسيقى شوي خففوها شباب خلنا نقعد بأماكننا أرجوكم حضورنا الكرام الأهالي شباب أرجوكم خلنا نقعد حضورنا الكرام خلنا نقعد نكمل الحفل عندي 10 أسماء والفقرة الأخيرة أرجوكم خلنا نقعد أوكي وين الحين بدينا وين وصلنا
الخريج عيد لافي عبد الله العتيبي. ما اسمع. الخريج عبد الله محمد هادي العجمي. الخريج الخريج ثامر مضيان عامر القعود. في مدرستنا نحتفل، في مدرستنا نحتفل، في مدرستنا نحتفل. الخريج فهد بدر ناصر العجمي. احنا في مدرستنا نحتفل يا الحبايب والاهل، قولوا ما شاء الله. الخريج فيصل عيد العتيبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الخريج صهود زيد جمعان المطيري. ما شاء الله. الخريج راكان خالد عايد العتيبي. احلى عمر واحلام بالفصل عشناها، ذكرى مع الايام ابد. الخريج احلى عمر واحلام بالفصل عشناها، ذكرى مع الايام ابد ما ننساها. وين تلفونك؟ الخريج فهد عبد الله سعود العجمي. يتزيج ربي خير يا بلد. يلا صالح شغل شغل. الخريج صالح مطلق فرحان الشمري. حاجيكم ترى تخرجنا والله تخرجنا اليوم ترى حفلتنا والليلة ليلتنا. الخريج خالد يوسف مفلح الشمري. وهذه شهادتنا ونجحنا خلصنا. الخريج يلا انا اسمع صبكه باسل خالد حنيف العتيبي. هذه حفلتنا. الخريج انور خالد جليدان الفضلي. الخريج احمد عميش بادي العتيبي. الخريج ناصر مطلق عايض العتيبي. الخريج مشاري جلال مضيان القعود. الخريج عمد احمد الرشيدي. الخريج يوسف الفودري. الخريج طلال احمد مزعل الشمري. حفلة تخرجنا واسمع والله والليلة فرحتنا. حفلة تخرجنا. الخريج علي منصور مهنا الفضلي. ويا الحبايب والاهل، ويا الحبايب والاهل، ويا الحبايب. الخريج جراح ماجد محمد المطيري. قولوا ما شاء الله بسمع ما شاء الله. قولوا ما شاء الله بسمع. ها ما شاء الله بعد وين ما شاء الله. تمام حضور.
حضورنا الكريم. موسيقى موسيقى شباب 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 بس كذي. اخفي لي اياها اخفي لي اياها اخفي لي اياها. شباب خلنا نقعد خلنا نقعد اماكننا علشان اختم واياكم. وصلت معاكم. حاضر. لحظه بعد اذنك. وصلنا معاكم الى الختام. حضورنا الكريم اهالينا خلنا نقعد باماكننا. خريجينا خلنا نرجع اماكننا ارجوكم. الخريجين خلنا نرجع باماكننا. شبابنا خلنا نقعد ارجوكم ارجوكم لنكمل فقرات الحفل. راح اختم واياكم هذا الحفل. يلا الخريجين كلكم موجودين؟ ادري يا يلا شباب نقعد باماكننا كلنا ارجوكم. الشباب اللي بالخلف خلنا نقعد. الشباب اللي بالمنتصف خلنا نقعد. الخريجين كلكم موجودين؟ شباب الاهالي الكرام وصلنا معاكم الى الختام. خريجين خلنا نسمع ارجوكم. الاهالي الكرام وصلنا معاكم الى الختام. لكن عندي طلب صغير علشان اختم معاكم هذا الحفل. الخريج الاخير ظل ناطر قرابة 140 اسم قدامه وكان يحاتي ان ما حد راح يحييه طول الحفل. واللي حصل ان اخوان الخريجين راحوا حق اهاليهم وهو كان موجود يحييهم واحد واحد. لذلك من الخريجين ومن الاهالي نسمع التحية الأخيرة للخريج الأخير خالد منصور فهيد العجمي. يستاهل يستاهل. شبابنا شكرا شكرا للأستاذ وشكرا للمدير المساعد. الآن أختم معاكم الحفل. خل نوقف خريجينا لأداء القسم أمام الله وأولياء الأمور ومدرسين. شباب خل نقعد أرجوكم حتى نكمل الفقرات. شبابنا يلا شباب. خريجين خريجين جاهزين ولا مجاهزين؟ لا لا أعلى. خريجين جاهزين ولا مجاهزين؟ أبي الصوت أعلى لأداء القسم آخر مرة. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة أبي أعلى هذا مو قسم. يلا آخر مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله والوطن والأمير وأن أسعى لخدمة الكويت بلدي الحبيب الكويت بلدي الحبيب الكويت بلدي الحبيب الكويت. والله على ما أقول شهيد. ألف مبروك. يا جماعة يا جماعة في استديوهات تصوير. يا جماعة مروا مع الخريجة وصوروا معاهم. في استديو تصوير مروا الخريجة وصوروا معاهم. We are happy.
الطيبة يا عبلة الطيبة حاجيكم ترى تخرجنا والله وتخرجنا واليوم ترى حفلتنا والليلة صفقة والله وتخرجنا والله وتخرجنا والليلة ليلتنا يلا 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 والله وتخرجنا ايه وهذه شهادتنا والليلة نجحنا خلصنا والله وتخرجنا ايه وهذه شهادتنا يلا هنسمع صفقة والله وتخرجنا والله وتخرجنا يبا هذه حفلتنا شهادتنا والله تخرجنا والليله حفلتنا ونجحنا نجحنا والله وخلصنا والله تخرجنا ويبنا شهادتنا والليله ونحيي ابردنا والله تخرجنا ويا محلى يا معدنا سمحتوا المداخل في عوائل تبي تطلع اللي على المدخل لو سمحت بعد على الباب العوائل تبي تطلع شباب واخروا على الباب العوائل تبي تطلع بركه